مرتا غلطت، بس يسوع بتعرفوا دايما قدام غلطنا بيستفيد وبيعلمنا درس، ولا مرة منطلع فاضيين مع ربنا. مرتا غلطت غلطة أو عملت فعل فيه عدة أغلاط، بس واحدة من هالأغلاط بحب أتأمل فيها أنا وياكم، وعلى أساسها قال يسوع: مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، والمطلوب واحد. المطلوب الواحد هو أنه لا تضطربين، مش أنه تهتم بأمور كثيرة، هاي دايما بقولها أنا. فغلطة مريم اليوم، غلطة مرتا، احفظوها وتأملوا فيها، هي المقارنة. شو عملت؟ قاعدة عم تشتغل وعم تعمل شيء منيح، عم بتحضر لحتى يأكله، بس هي وعم تشتغل ما كان بالا بالشيء اللي عم تعمله لتعمله بفرح، كان كل الوقت في شيء تاني عم بدور براسها. وبتعرفوا الراس لما يكون عم يشتغل بيخرب كل الأشياء يلي أنتوا عم بتعيشوها بلحظتها على الأرض، يعني كل اللي عم تعمله، كل اللي عم تفكر فيه بيروح. حتى مرات كتير ما بتقدر تنام بالليل. شو بتقول؟ بتقول راسي مش عم يطفي، ما عم بيوقف يشتغل. بس هيدا الراس مش بس بالليل، حتى بالنهار فيه يكون كل الوقت عم يشتغل، وفيه يكون كل الوقت عم بيعمل لك حالة من الاضطراب. فهون واحدة من القصص يلي غلطت فيها مرتا انه كان راسها كل الوقت عم يعمل مقارنة بينه وبين مين؟ بينه وبين مريم. يعني كل الوقت ناطرة اللحظة اللي بدها تفش خلقها وتقول اللي بدها تقوله. انا اليوم حابب اقولكم انه اكبر خدعة بيعيش الانسان، وصدقوني خدعة، انه يعمل مقارنة باي ناحية كانت. بتشوفوا اليوم في مقارنات بمستوى الجمال، هيدا احلى من هيدا، هيدا احلى من هيدا، بمستوى المراكز والشغل. وربينا عليهم مثلا نحن من نحن وصغار: حبيب انتبه، بتعمل يا دكتور يا مهندس يا محامي. اليوم صار في 6000 اختصاص تاني، لا هودي غير مستوى. كل المقارنات بالعيال بتروح على هيدي الضيعة أو على هالبلدة أو على هالمنطقة أو على المدينة، عطول بتسأل إذا قالوا لك عن شي بيت: هيدا بيت فلان، هيدا يعني شي مهم، هوديك عائلة معطرة صغيرة. عطول مقارنات: هيدا الصبي ناجح كفى مدرسته، هيدا ما قدر يكفى راح عمل شو مهنة، هيدا أهم. مقارنات 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 إلى حد الاضطراب. بس أكبر كذبة هيدا بيستعملها الشيطان بحياتنا، بفقدنا شو في بين إيدينا. أبسط شغل اللي بين إيدي أنا عم بعملها ما بتعود تعنيلي. ماذا تفعل المقارنة؟ اسمعوا شو بتعمل. أول شيء بتخسرنا ما نملك، يعني إذا كان في شيء بين إيدينا منخسره. رح أخبركم خبرية وجربوا فهموا شو بقصد فيها. بسيني وكلب مخنقين على قطعة جبنة، بسيني على اللبناني، بسيني يعني قطة أو هرة أو البتكونية، لأنه مش رح يفهموا اللي بيحضرونا شو يعني بسيني على اللبناني. بسيني وكلب عم يتخنقوا على قطعة جبنة، مش عم يعرفوا كيف يقسموها بالتساوي بيناتهم بين اثنين. بيقوموا بيروحوا عند القاضي يلي هو قرد، بيقولوا له: لهذا القرد يا حضرة القاضي، انت عندك حكمة وفهم، اقسم لنا هالجبنة بيناتنا، عم نختلف عليها. قال لهم: وين جيبوا لي اياها؟ جيبوا له اياها، شايفها بتشهي. ام قال لهم: انا راح اقسم لكم اياها. بيقوم بقصها بطريقة غير متساوية، بقص شوي زيادة لميلة وبيقول لهم: هيدي حصتك وهيدي حصتك، وهلأ صرتوا انتوا متعادلين. كل واحد بيتطلع اللي عنده حصة أصغر بيقول له، بيتطلع فيها بقارنة بالتاني، بيقول له: لا يا حضرة القرد، هيدي أصغر من القطعة التانية. قال له: حقك علي، خلص رح أرجع زبطها. بشيل من الكبيرة بيكلهم وبيقول له: ها صاروا قد بعض. بتقوم تنقص أكتر هيديك،
بفز الكلب بقول له لا نقص الطبع اكتر ليك تبعولته ليك تبعولته خلص خلص ما تعتلم بقول له القرد علي بشيل من هيدي وبياكل بفز ديك بقول له طلع تبعيته بعد اكبر بدل يشله من هون ومن هون لتخلص وهن عم بيقارنوا بعضهم اي واحد قطعته اكبر ما اكلوا شيء ما اكلوا شيء يعني بخسرنا يلي بين ايدينا لو سكت واحد منهم لو تنازل لو حدا منهم مش تنازل لو اقتنع القناعة كانوا اكلوا جبنة كانوا دقوا بس نحن خسرنا كل شيء لانه كل الوقت لك هو ولك انا لا جمالي بقشعه لا مواهبي بقشعه لا لا الشيء اللي بقدر اقلع منه بقشعه يعني انا معي هالقد مش هالقد معي وزني واحدة وزنتين خمس وزنات بلش اتطلع بالخمس وزنات ما معي وزني قادر اوصل للخمسة قادر اوصل للخمسة بس ما في يضيع البين ايدي لاني قاعد عم بتطلع على الخمسة انه مش معي تاني شغلة بتعملها فينا المقارنة بتفقدنا القناعة منفقد القناعة بس يا ريت بس منفقد القناعة اسمعوا بيحتل مطرح القناعة الحزن لأنه ما بتجي قلة القناعة بفرح بده يجي محل الحزن خبرية تاني ولد بيجي زلمة قاعد معه بيقول له ليك سؤال وهيدا اكسبيرينس هيدا صارت تيختبروا الإنسان كيف بفكر قال له للولد قال له إذا هلأ أعطيتك لوح شوكولا تنبسط قال له الولد ايه أكيد وبين على وجهه أنه انبسط قال له طب إذا عطيت خيك من بعد ما عطيتك لوح شوكولا عطيت خيك لوحين شوكولا بتزعل قال له ايه أكيد بزعل قال له لا ما انت ما كان معك شيء ما كان معك شوكولا اصلا صار معك ليش لانه بدي اعطي حدا تاني اكتر انت انزعجت ما خسرت فرحه اللي بين ايديك شفتوا كيف بيجي الحزن بيكون انت ما بتملك شيء بصير معك شيء وحزين وحزين هيدي المقارنه هيك تعمل ليش هو اثنين وأنا واحد؟ ما أنت لو اقتنعت بالواحد وشكرت ربنا كانت الدنيا بألف خير وشو بدك بغيرك شو عم ياخد؟ شو بدك فيهم؟ ما أنت مكتفي أنت قنوع مقتنع باللي موجود رح تعيش مبسوط ما رح يدخل الحزن على قلبك ولا رح يخرقه تالت شغلة بتعملها وهيدي شوي دقيقة لأنه من بعد ما نخسر اللي بين إيدينا ومن بعد ما نخسر القناعة ومن بعد ما يصير في حزن بقلبنا بتجي مرحلة العتب على مين؟ على الله نفس القصة بتبلش من عندي تخلص عنده عتب على ربنا أنا مظلوم أنا ما كان حدا عادل بحقي أنا ما دقت الجبنة من وراك أنا ما عطيوني لوح الشوكولا ما انبسطت فيه من وراك بلش عتب على ربنا وأكثر من هيك بصير قول بما أنه ما في عدالة بما أنه ربنا مغلط معي من وراي بس أنا ما بنتبه بما أنه غلط أنا رح صير مصدر للحقيقة أنا رح أقرر شو الصح وشو الغلط وببلش هون أتذمر على الله وأحقق ذاتي بذاتي يعني إذا بدي أرجع لهوديك الخبريات بقتل القرد وبقتل الكلب وباخد حصتي وبفل إذا بدي قلكم بتاني خبرية بشبقوا بلوح الشوكولا وبقول له بدي اثنين أو بياخد اللوح وبسرق له لخي شوكولاتاته بحل المشكلة بإيدي وبقول هيدي العدالة لأنكم أنتوا ما كنتوا عادلين معي أنتوا ظلمتوني مين ظلمك؟ لاحظوا لي بهالخبريات مين ظلم مين؟ مين ظلمنا؟ مين ظلمكم؟ انتوا ظالمين حالكم بمقارنات لا تنتهي بدل ما نشكر ربنا نحن يا جماعة نقارن كل الوقت باللي معه سيارة واللي معه بيت واللي مرتاح ولك عمرهم ما يجوا
يمكن أنت هو معه كل هودة ومعه 100,000 مرض ومئة ألف علة نفسية وخربان بيته وولاده عم بحششه وأنت هوا ما بتقشعهم بالعين، أنت بتقشع السيارة، أنت بتقشع التياب. منشان هيك ما تعمل مقارنة، كل يوم الصبح بتفتح عيونك قول شكرا يا رب قادر أقف على عجري، شكرا يا رب قادر أمشي، قادر روح وإجي. ولا مرة تقول له لربنا أنا بفهم أكتر منك، ولا مرة تفكر أنك تمتلك الحقيقة أكتر من ربنا. اوعى تفكر ما في عدالة بحياتك، أنت بتكون عم تقريها غلط. اوعى تفكر أنك مظلوم، أنت بتكون عم تقريها غلط. مرات كتير هو كلهم مش موجودين، عايش حزن ما قاله طعمة، عايش حزن مفتعل. سامعين بالمفتعل؟ الحريق المفتعلة، بس تسمعوا بحرش ولع كله سوا وتاني يوم بعوكن الحطب بقول لك ما حرارة ولحقتوا تقصقصون حضرين حالكم. مفتعل، حزننا مفتعل، في شيء ولعه، ولع فينا الحزن. رح أخبركم وحدة تالتة، اليوم بحبحهم، وحدة تالتة عن هيدا الموضوع. اثنين إخوة عم بيتخانقوا على حقل ورثوه، عم بيقول واحد أنا بملكه لهذا الحقل، خيو عم بيقول له لا هذا ملكي، لا ملكي، لا ملكي. هن عم بيتخانقوا بيقرروا يروحوا عند رجل حكيم، عند القرد، بيقرروا يروحوا عند رجال حكيم لحتى يشوفوا لمين، مين ملكه، مين بيملك هيدا الأرض بحسب الوراق وبحسب كل شيء. بيقرب هالرجل الحكيم بيشوفهم اثنين اخوه ربيانين سوا من هن وصغار عم بيتخانقوا مع بعض وعم بيعلوا صوت وعم بيكبروا بالحكي وعم بيهينوا بعض، وهذا بيقول له امك وهذا بيقول له بيك وهن اولاد نفس العائله. استغرب هذا الحكيم قال له روقوا روقوا انا راح اتصرف. بيوطي راسه هيك وبيقول لهم خلينا نشوف الارض شو بتقول عنكم مين بيملكها. وطي راسه هيك عم بيسمع، بيقوم بصيروا يضحكوا هوديك، لك شو هالمهبول شو عم بيسأل الأرض؟ بيقوم بجلس بيقولوا له ايه تفضل شو قلت لك الأرض؟ قال لهم قلت للأرض قول لهالتنين الأغبية اللي قدامك إنه أنا بملكهم مش هن بيملكوني، ويوما ما رح يصيروا شقفة مني. ملكوا، ضحكوا على بعض. مش نحن منقرر شو الصح وشو الغلط، الصح والغلط موجود بذاته. نحن يا إما منصغي لإله يا إما رح نطلع منه ونفكر إنه منمتلكه، منمتلك الصح والغلط. نحن ما منعرف شيء، عايشين بجهل وبحزن لا ينتهي بهيدا الدنيا. فإذن اسمعوا مرتا وقارنوها بهالثلاث أخبار يلي خبرتكن إياها. بتقله مرتا من بعد ما حصرت 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 ومش قادرة انفجرت، قلت له يا رب، فإذا تعترف به أنه رب، أنه معلم، أنه الله. قلت له يا رب ما فارقة معك بأنه أختي تركتني وحدة، فإذا شو عم تعمل؟ عم بتلومه، عم بتقله أنه ما في عدالة، أنت منك قاشع العدالة يا رب، انت منك ايش عنك ظلمني، ما في عدالة، انا مظلومة، انا حزينة، انا تعبانة، وانتو قاعدين مبسوطين. لاحظتوا؟ هاي اول شغلة عملتها. وبتكفي بصير بدي اخد حقي بايدي. قلت له من بعد ما قلت له يا رب، يعني انت اللي بتملك الحقيقة وانت كل شيء عندك، من بعد ما قلت له انت هيئتك مش ايش مظبوط، انا رح علمك الا تقوم تشتغل معي وتساعدني. بطل الرب هو الذي يقرر، صرت أنا يلي عم بقرر مطرح الله. قلت له إلا تقوم تساعدني. خسرت جمال اللي كانت عم تعمله، خسرت موقعها وهويتها، وجربت تاخد مطرح الله وما رح تقدر. جربت إنه تمتلك الأرض، ما فيها تمتلكها لأن هي شقفة من هيدا الأرض. يا جماعة انتبهوا لهالموضوع. رح أعطيكن تتذكروا شغلتين، وبتمنى هيك بتأملاتكن والوقت اللي بتقضوا لحالكن ترجعوا تراجعوا هالأشياء اللي عم بقلكن إياها، لأنه هي أصعب شوي من الطريقة اللي عم بعطيها، منن هالقد هينين، بس ما عليه لو أخذناهم ببساطة، بس عرفوا إنه هودي جزء من ألمنا ومن حزننا. جربوا قارنوا حالكن بيسوع مش ببعضكن.
أول شغلة بدكم تتذكروها من وراء اللي قلته، رسالة مربولوس بكورنثوس الأولى الفصل 12 يلي بيقول فيها الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، ولكن أعضاء الجسد كلها تشكل جسماً واحداً مع إن كتير فكذلك حال المسيح أيضاً. بيقول يعني بمعنى تاني، مريم ومرتا، واحدة بالمطبخ واحدة عند أقدام يسوع، اثنيناتهم في جسد المسيح، اثنيناتهم بمطرح يكملون بعضهم البعض. ما في حدا أهم من حدا، وما في مصلحة أهم من مصلحة، وما في عائلة أهم من عائلة، وابن أكتر من ابن، ما في مركز أهم من مركز. ولك شو هالكذبة اللي عم نعيشها؟ كلنا أعضاء في جسد المسيح وكلنا خدام لهذا الجسد. شو ما كان دورنا، فكركم الوزير أهم مني؟ فكركم الوزير أهم من يورجو اللي عم بدق؟ نايم يورجو؟ فكركم يورجو أهم من النايمين ورا؟ ما في حدا أهم من حدا، ما في حدا أهم من حدا، كلنا أعضاء في المسيح، كل واحد بحسب ربنا شو عطاه. منشان هيك مريم ومرتا في المسيح. بكفي بولس بيقول إن قالت الرجل، إذا قالت الإجر لأني لست يدا لست من الجسد، أنا بما أني من إيد من من الجسد، فهل تصبح خارج الجسد؟ مش مثل ما هي بتفكر، مش مثل ما نحن منفكر يعني بتكون الحقيقة. شو ما هو دورك أنت بقلب الجسد، واعي أو مش واعي، أنت بقلب الجسد، أنت إيد، أنت إجر، لك دورك. بكفي مربولوس وبيقول وإن قالت الأذن الدينة أنا من عين، فإذن من من الجسد، هل تصبح خارج الجسد؟ لا. لو الجسد كله عين أو دينين، لو الجسد كله عين كيف نسمع؟ لو الجسد كله دينين كيف نرى؟ كيف نشم؟ هيك بكفي الرسالة، مش رح أقولها كلها. فإذن ما في حدا بيقدر ياخد مطرح حدا، وما في حدا أقل من حدا. إن شاء الله بتكون أنت بجسد المسيح شعرة من الحاجب، بس شعرة، بعدك بجسم وجسد المسيح، مش بحاجة لإلك تكون عين، لأنك أنت بتحمل عين. فإذن لا تقارن نفسك بأحد، قارن نفسك فقط بالمسيح، واجتهد لتشبهه بالحب والسلام والحكمة والغفران والصبر والأمانة وبكل شيء. ساعتها بتعيش مرتاح، ساعتها بتعيش مرتاح. بتقلي إيه؟ لا، كيف بدي أعيش مرتاح؟ ما أنا ناقصني وناقصني. رجعنا للمقارنة، ما بدون ما ننتبه بنرجع للمقارنة. طب خد حالك لوحدك، كل واحد ياخد حاله لحاله بدون مقارنة. أنت إذا بتكون صاحب أخلاق ومبادئ وإيمان، شو بتخسر؟ شو بتخسر؟ مين بدق فيك؟ لك يا جماعة مش عم تقدروا تفهموا ما هي الحرية اللي بتقدروا تعيشوها لمن تفرحوا بالجلب المطبخ وفي ناس قاعدين على أقدام المسيح، لمن تكونوا عم تفرحوا بالشي الصغير اللي عم تعملوه. عندكم حرية ما حدا بيقدر يهزها، ولكن اللي معه مصاري بيفرح انه بيشتري الناس، اللي عنده شوفة حال ومظاهر بيفرح انه بيقدر يمشي العالم مثل ما بده ويأثر فيهم. بس يلي مليان من يسوع المسيح، يلي عايش حرية ما حدا بيقدر يملكها، وما بيقارن حاله بهذا الغني، لك بيدعسه بأجره لهذا الغني، بيدعسه هو ومصرياته وسلطته يلي مجرب يفرضها بهيدا الدنيا، لأنه ما فيك تأثر على حدا منه مقارن حاله فيك ومش قاريك، مقارن حاله بالله ومش قاري إلا الله، هذا شو بدك تأثر فيه؟ منشان هيك عم بقلكن وقفوا مقارنة. مريم اختارت النصيب الأفضل، الله، الحق، الحقيقة، وما حدا بيقدر ينتزعها منه. هيك جواب يسوع كان، يعني أنت مطرح ما أنت ما حدا بيقدر ياخد منك شيء إذا عم بتعيش لربنا. آخر شغلة بقلكن تتذكروها يا جماعة هي متى 20:1-16، هيدي قاسية بس هيدي حقيقية، تشبه قصة لوح الشوكولاتة تبع الولد الصغير، لمن رب البيت ظهر الصبح لحتى يجيب عمال، واتفق مع العمال انه يشتغلوا بحق له وبيعطيهم دينار. رجع ظهر بعد شي 3 ساعات
جاب غيرهم واتفق معهم، رجع ظهر نص الظهر وجاب غيرهم، رجع بعد الظهر فوت غيرهم، وعشية عطى كل واحد دينار. مين تزمر؟ تبع الصبح قال له ولو، ولكن نحن اشتغلنا أكثر منهم، تعطيني دينار؟ قال له أنا بشو وعدتك؟ مش بدينار؟ مش كان فيك تفل على بيتك بدون حتى هيدا الدينار؟ كان فيك تدل بلا شغل، أنا شغلتك واتفقت معك على دينار. احمدوا الرب واشكروا الرب لأنه عادل، عادل بس بمنطقه مش بمنطقنا. نحن فوتنا هذا المنطق تبع التجميع وتبع تحويش المصاري وتبع قد ما بعمل بده يطلع لي. لا، ربنا بيقول نعطي بعضنا ومنشارك بعضنا، وكل واحد عطيه عطيه. المهم يقشع، هاش عايش بحزن، هاش عايش بحزن. من هيك بقلكم تذكروا هود اثنان كلنا بجسد المسيح، وتذكروا انه الله عادل معنا كلنا، ما حدا منقص عليه شيء. هود منتعلمهم من مرتا اليوم، وبقلكم لا تقارنوا انفسكم باحد، افرحوا بما لديكم لتروا عدل الله جليا. فبالمقارنة لن نفهم المسيح ومنطق المسيح ابدا، وسنبقى في حالة من الحزن قد تؤدي إلى اليأس، ولا سبب لها سوى المقارنة، ولن نكتشف ذواتنا ولا أهميتنا ولا موقعنا في ملكوت المسيح ولا دورنا في هذه الحياة. لنعمل بفرح ولنترك الحق والحقيقة لله، ولنكن جزءا من هذا الحق وهذه الحقيقة. فنحن تملكنا الحقيقة أكثر مما نملكها نحن، ونحن تملكنا الحياة، ولسنا نحن من نملك الحياة. فيوما ما سنذهب، سنذهب. شكرا مرتا، شكرا على هالغلطة يا مرتا، كان لابد منا هذه الغلطة ولابد من جواب المسيح تنعرف نعيش. Yahweh, right.